السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا ليال وقت كل بواسكك وبين هاي ولا لك الشيخ عيسى أيا سيمقل وقهض لي قيمها علمي شرعي يولي هاي انتو ينوش هاي قفك أفير في السداء سيفي عنا وفهما وحا ارتلاء هدي إله خير لدوني إنو كد دالي دوني إساقا يعيد ومسؤول كيا هاي إن علمك شرع عدا برتان عوانك كلمة الله لغو مقا عابي هدين الدبو ملعسانو وحوي التعليم الشرعي وآثاره في صلاح المجتمع برشادة شرع عدا إسلام كا يهاد كاي كغتا كيسو حاجة شنتا مجتمع حيث ويدين لي وما دي محيو باهن تايسيو هاكاكتو وما دي سامحيكو هاكاكتا. الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة إمام كي ويناي من أئمة أهل السنة أيام مقولة إي هذا يا وين نقطي هل باك أيو يري تاسو أهيت لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ومدى آخر كيدو أو مدى النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هاجاجي سو إلا وحي يكو هاجاجين أول كيدي آخر كيناجا كاميدا إنه كو هاجاجي مينو إلا أمدي نبي محمد عليه الصلاة والسلام بالله وجودي يقرونتي ونكسنا وحي كوها جاجين موي وحكا لكوها جاجمين مركوا هالباقي ما لا جاجل ويا موضوع عين يكون هاضلين إن عكلا وحد دونيا سي هذا الكي ويا شو واقع يو تصالك ودايا شمودن إن آدم الإحسان نبي محمد صلى الله عليه وسلم مركي الله صادري مجتمعي لقى صادح ساري سدابو يكامو قالكو لها محوها وحوها مجتمع كالتكسن وحوها مجتمع خيراء وحوها مجتمع نسبحين اس ظلمية دا قال لقى ركود أفرت السندات الصعدة اسكو قادة قيل كلا دعا أنا يسد له كضعيف كاه تنشل عصادة كفانا غير نبادة أنا اسم قل عد أطالي سوكا أي كامر قاتن أنا تشرين يعني مقالة إلهي أنا قونين سبحانه وتعالى وحكلي أي قيمة يعني أي حيث غير كي يقب يالد يقفكو عدا نوسكو هلين يكو حيران ومدى صلى النبي محمد إلى هيك صدح صاري عليه الصلاة والسلام صدح يلا با تنسى النضوط أيو دحجوغي صدح يلا با تنسى النضوط مدينو كو دحجوغي مكا أيو لحجوغي طبان صنضوط يبي لنا وحو لحجوغي مدينة نبي عليه الصلاة والسلام ومدى النوع أهيد وبدلي وحو كسو صاري ومد ولا لا كجاري ولا التني ماذا إن حاسس كي سفران أما أي كهمين أما أي دونان إن ولا الكيس لب ولا الكيس مسلم كا إنه هذا الله بحاس بان ليه هاي ميت بان كفر يا مركي عدة بحضو قرصو حولها يقال أنت يعني توي حد كقاضي كرتنا كقاضي توي حد كتج كرتنا كتج أمد هجان أقبشي وإلى عدة أطرة هذا أقبشي أمد قلوب تودو طاهر تهاي وحسد إيا إسنعيب إيا أوركو الله إسكنعو وحاصو نكسف فودي سؤاش وحي تهاي مركا الدبا محاي كسي محاي محا طاهيري محا هقاتي محا بدلي جوابت وي سهل أنت
وحي با بدلي وحى بدلي وحي السماء ذكى يمد أو قرآن ككريم كأه إيه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنة سيء يدنا وحي أه أي بدلي يقود ودي أي كد ينين ورسولك عليه الصلاة والسلام انت سابد شيء ما البدني ما بدلي عيدا صور راي أو يسطو بين ما بدلين وح بدلي قلب جودا وح قالي هدي يهانون كنبي محمد لي من عليه الصلاة والسلام إذن هتين أنت هذا بفهمني إسبر برنجا هتين فهمني ما أنت الحمد لله وحنا مجتمع مسلم ومن أهل لا إله إلا الله ومساجد دود عمريه لكن حنونا وهك حنونا ذي قريش كنت علي عربتي حلقة شوكتي حنونا ذي قار كمضة إنهاية وهين الله نوع نهاية علماء ذو نسليت السوقين قفك مسلم كاي واحد لغاية بعض أخلاق أهل الكفر لغاية لو تدك قال هذا أخلاق ذو دي واحد كمضة إن لغاية حلو سيدة نبي قوله عليه الصلاة والسلام بذر إنك امرؤ فيك جاهلية مركي ولالكي أو بلال حبشيا أصل كي سنة أدونها أو كولي يبنى السوداء كي هو يدي مدوبيد أي نبي عراضي عليه الصلاة والسلام لأن حكولي خصلت يوقيت جاهل نماكو كترتا هذا مركز أين سيدة أغنامي وحيت من محاضرة عوان كيدو إنه النقض والبرات كأولي هاي علمك الشرعي ما أنت ولا ليال ذاتك مسلمين تاها غزو الفكر وحلى إلهدو قال أدول كودي قبصتين مدهي هايستين خيرات كودي بيقورتين ويكاقورين وحيا وانو يدن حريني كأنما يدوتك أضوما هاي استقلال وامحي يعني مركي هورا مستقل ما هو اللي هايستي قف باكو هايستي مركز سوكو سي رداي إنما سي ودا ديني هل كانو دقي مسكح ديني إيا قلوبتي إني أي دقين وحد دليلو أه قفكو واحد لغي يابا أوباد كيسا علمي هن قريقا برانايا إنو واحد والبا أهرا موت إيا النولبا إنو أهرا كشريعة برانايا واحد لغي يابا إنو أما علماء دا كويل هادو بل إنا كائن قبطو بلاش وحقو ليا أنا جاي صامرت شام عدبانو برعكو هيني رقانو نقادو مسؤولين با إيمد وبد كيسي كالا شام عاديه بو بحيا فيقو بلول بيساقا كشبا أنا جاي نوحي يقول لي إن أنتاني إن أمبو يكاني وحن دونا يا مركا يقيرو يقو صو حاضرتين ياسين تي بل إن أنتا إيقر هل كاسا مجتمع مريا علمي هم قرقين لا يقدم ولا يؤخر وهذا هذا حتى عبر هذا وحبوا نقولين أي هلك أين وينين كيسر عذنا وين السوق يا ريسني مركزين الصلاح يا ونك دونينا لين عكله شيخي أما أرض يجي أرض قرآن كدي جيي سنت الدولار يا طبعا كدولار وكقاطع توش وين بين ولد بس لنا توش بينو كهينا ولادود يجا لعكتي أمضى قرتي ولادود يجا سداسة وإلا عكتي أمضى قاعدين كوا بقول بقول كدولار يكون كون كدولار قاعدنا يانا ولا وينين هي إن كي يرى معلن كهاي اللي بدأ قلنا بالمهاجي قرآن ككوب بدل كوب رأي آخره دي سبب بعدين هينا واحد كوا قابته توش وين ميديا هني كبروح داره ماس موضوع متفق بالعرية هي يعني كتي قالين هذا صار نقضه وحتى المامة يعفر قضب أو المامة يعني إن بلشدو هذا قاضة علمي الشريعة هذا أي كوها جاجس قضب ككواد وحكتشرا خيرية ذي إين يوانك سنتون نقضة ضد خير قبا بلشو هدي اللي جاه ضد خير قبا وبلشها جات شرف له يا كرم إيو معنى يا شواوين بلش كل سنتو انت صدق وحل لجاه ليا علمك الشريعة دليل ذلك نبيك صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم صار حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه عن أبيه
wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam man yuridi illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin, ka ilaahay khayr la doono mantu qofna way noqon kartaa, bulshadoo dhanna way noqon kartaa, waa min alfaadi alcumuum. ciddii ilaahay khayr la doono ilaahay wuxuu waafajiyaa fahamka diinta oo shareecaday bartaan. culammadu waxay tilmaamay sida imaam an-Nawawi iyo ibnu xajar iyo keyrkoodba iyo sheekhu lislaam ibnu taymiya, xadiiskani wuxuu tilmaamayaa cidda cilmiga shareecada baratee fahamtaa in ilaahay khayr adduun iyo mid aakhira labadaba la doonay. waxaa sidaa inoo sheegay nabi muxammed calayhi salaatu wasalaam. dhinaca kale xadiiska waxaa laga fahmayaa hadalka carbeed shareecadu ilaa waxay ku soo degtay af carabiya, waxaa jira wax la yidhaahdo mantuuq iyo mafhuum. hadalka marka sidaa loo yidhaahdo qasadka ugu horeeya wixii looga jeedo mantuuq baa la yidhaahdaa, ka tabaca ee laga fahmayana mafhuum baa la yidhaahdaa. marka xadiisku muxuu yidhi kii ilaahay khayr la doono diintuu fahamsiiyaa, macnaheedu markaa wuxuu noqonayaa kii aan diinta fahmin ee diinta baran khayr lalama doonin. marka bulsho cilmi baran weyday, shareeco baran weyday, waa bulsho khayr laawo ah. halkaana waxaan ku garanaynaa raadka weyn ee shareecada barashadeedu ay ku leedahay ummaddan inay islaaxdo, hagaagto. taa haddaba waxay noqonaysaa mustawahan aynu joogno, garaafkan aynu taagannahay, kor aynu u qaadno barashada shareecada, oo hadday waalid noqoto, hadday xukuumad noqoto, hadday noqoto shacabka oo dhani, aynu yool iyo hadaf ka dhiganno in aynu cilmiga shareecada barashadiisa aynu kor u qaadno. qodob waxaa ku sii hoos jira sharaf baa iyadana ku jirta. nebiga calayhi salaatu wasalaam, xadiis abi hurayra fi saxiixayn, ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabada maalin su-aal weydiiyey, waxay yidhahdeen man akramu nnaas, dadka yaa ugu sharaf badan? nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam atqaahu, karamkana waxaa looga jeedaa man akramu nnaas ay man aktharuhum khayran, yaa ugu khayr badan dadka. hadayaga halbeeg baa nebigu markaa sheegay calayhi salaatu wasalaam, atqaahu lillaah, ka ilaahay ugu cabsida badan, ugu cabsida badan, ilaahay baqitaanka uu ka baqaya ka ugu badan ayaa ugu khayr badan. waxay yidhahdeen laysa can haada nas'aluk, kaa kumaanaan weydiin, xagga alla ka cabsiga kumaanaan weydiin, ee si kale loo kala khayr badnaan karaa ma jira. wuxuu yidhi fayuusufu nabiyu llaah ibni nabiyi illaah ibni nabiyi illaah ibni khaliili illaah. haddaba waxaad sheegaysaan nebi yuusuf oo nebi ahaa, oo inan nebi ahaa, oo inan nebi ahaa, oo inan nebi ahaa, oo afar tirsada, markaasa laysa can haada nas'alu, kaana kumaanaan weydiin. facan macaadin ilcarabi tas'aluun baa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. ma waxaad hadday weydiinaysaan carabta iyo qabaa'ishoodu siday u kala fiicnaayeen, khiyaarukum fi ljaahiliyati khiyaarukum fi lislaam baa nebigu calayhi salaatu wasalaam. taa haddaad doonaysaan halbeegeedu waxa weeye markaad jaahiliyada joogteen, kuwiini ugu sharafta badnaaya xagga nasabka aad door bidi jireen tirteen, oo bimacnaa reerkii lagu yaqaanay jaahiliyada reer wanaagsan oo martida soora oo makaarim alakhlaaq ilaaliya oo reer wanaagsan ka soo jeeda, kuwaa haddaad u jeedaan kuwiinii xilligaas sidaa ugu wanaagsanaa marka islaamka soo galaanna iyagaa khiyaara. laakiin waa goorma? idaa faquhu, markay diinta fahmaan. taa marka waxaan ka qaadanay barashada diintu waa waxyaabaha reeruhu ku kala hormaraan. reeruhu maanta way baratamaan. qoys jecel in qoys kale laga fadilaa ma jiro, wuu ka dagaalamayaa. haddaba haddaanu sirtaydii sheegno, qabaa'ishu waxay ku kala hormaraan waa diinta iyo barashadeeda. imise xaafid baad leedihin, imise caalim baad leedihin, taasaa lagu kala hormaraa, wanaaguna taasuu ku jiraa. waxaa sii caddaynaya cumar ibnu alkhataab, xadiiska imaam axmed warinaya, xadiisu abu tufayl, wuxuu leeyahay cumar ibnu alkhataab baa nin la odhan jiray naafic ibnu alxaarits buu maka uga dhigay barasaab. kadibna cumar oo soo socda ayaa wuxuu kaga hor yimid magaalada, meel yar, meel cusfaan la yidhahdo, kaga hor yimid. kadibna cumar baa weydiiyey, wuxuu ku yidhi magaaladii maka ee aad barasaabka ka ahayd yaad kaga timid oo xilka sii haya? wuxuu ku yidhi ibnu abza, cabdiraxmaan ibnu abza radia allahu tacaala canhu, saxaabigaasaan kaga imid.
وهو مكاسوي عمر كوري من هو ابن أبزة هو كما نكاسي مكاسوي مولى من موالينا ونن أدونا هان شريان وحريني مكاسوي استعملت الموالي من موالي آيات كدك تي مضح مكاسوي إنه قارئ للقرآن قرآن كو يقان وحافظ القرآن ويعلم الفرائض فرائضنا هو يقان يدحلك إيه يقان مركاسو يري أما إني وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين هذا أرك سدا يا وحكو شجع يا النبي محمد باهروسي شجع عليه الصلاة والسلام وعيري كتاب كان قرآن كاه قلنا إلهي وكوكوريلا يا قلنا هصب وكذا يا قلنا دي قاعدة هذا يدور النصب أهاني وحلقان وحيابها عالم بدا آدم هوس السقو إيغان حباكو السقونا هذا كتاب كان أدو قاتو كربو نقنية كي وحي سمودة ينا كتاب كان أدو كسان تاغو هوس با إلهي إلي قضب كاللبات وعموم النفع نفعك علمي هو عام بلشادي وحي نقنسا بلشان نافعة نبي قنا صلى الله عليه وسلم علمي قنية هنون كان وحيو كشبهي روب سمادة كسود دعي dulkina uu qaybiyay sida dadku baa u qaybsamaan waxa dulka ugu fiican dulka biyo qabatin kale dalagana soo saara ka waxa lamida buu nabigu sallallahu alayhi wasallam ka cilmigan barta dadkana bara wuxuu lamid yahay dulka biyo qabatin kale wax soo saar kale leh taasina waxa laga qaadanaya nafciiga cilmigu inuu bulshada ka yeelayo bulsho naafica oo wax soo saar leh oo horumar leh waxa kale oo kamid ah علمك شرعك وحك برا يا ربك وانا الشيخ أقول قالصا أمدي أيكو إصلاح ذو إني ربك يتقرأتو شرعك إسانا قرأتو أي وينيسو قف كستو إلهي عاصيا قف كستو الدين إلهي كتنتا فهو جاهل بربه ربك يا خالق أبو ريب جاهل كي وإلا هدو قرن أيو الله عز وجل يعظم ديسا شرعي سنة وينين لها ربينا وقرن لها وجعلان لها وحي الله سبحانه وتعالى مقعيدي سور ونكسن تلمامه سسر سرية مركا وقرتو قلبي سا يكوينان يا الله سبحانه وتعالى هدي إلهي قلبي سا كوينان وحي أوه قان سميا شرعي إلهي سبحانه وتعالى ومد النوع عاصين أباها النهي ومد سنتاقي سا وشرعي إلهي كسو ديرني سا ووحي دون الشيقيا وأمد جهلية أو ربي قد أنكرن ربي قد أنكرن وحكم إذا علمك الشريعة بالشدة وحكبت بعدين يا مهلكات كثدح ذا المهلكات الثلاث مهلكات عقدية مهلكات في التصور هي مهلكات أخلاقية وحيابها وحلاقة أما وحنا عقيدين يا هالنقط أما فهم لفهم ين نلش يا وحك الصعدة هالنقطة أما أخلاق هالنقطة صدق حدا مهلكات ووحيا بها مجتمعات كهلا قوي قوم لوط إيك محل جوه هلاقي إلهنا ما يرهمين فاحش هذا وين ولي مادي فأهلكهم الله قوم عاد قوم ثمود قوم نوح مهلكات كاس أي كابت بعدينية وحد قرن إيسا وحي عقيدة هذا وحيالي يا وحي أن وحيالين نفيع بن الحارث أبو بكر رضي الله تعالى عنه صحابي قال يا هذا حديث ورنا يا في الصحيحين وحلي هي ولقد نفعني الله بكلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمل فتنة دقال كي صحابة دقار كود إحماري وقعت الجمل ليلة هذو دقال كائنا كقيب قاتو سيف قاتو ولالك يوم مسلم أن سيف قاتو إلى هي وحيك جنة بتجلي حديث النبي كم مقل هذا هو حديث قلي أي إلى هي يجوب بادي يبوليه حديث كاسم محوها لن يفلح قوم ولو أمره امرأة قالوا من اللي بانتو مسؤوليتي أي لهاين قبل هو يودي بيوم ما ضحك دكتي قبر مدح إني قلم قبر مدح كديقتي مل ليبان مل ليبانان أمل يعني الليبانين أما هو هبار يا نبي صلى الله عليه وسلم
ama war buu inoo sheegaya oo inaanay liibaanaynin. Marka labada sidii kastoo loo dhigaba xadiiska macnihiisu wuxuu noqonayaa inaanay liibaani agtooda oolin ciddii dumar madax ka dhigata. Marka wuxuu leeyahay xadiiskaasa ilaahay ugu badbaadiyey, bal ka wara shareecada qofka bartee ku camal fala, bal bulshada shareecada ku camal falatee u xukun tagta. Imise dhibaato ayaa ilaahay ka badbaadinaya, imise fitan caqadi baa ilaahay ka badbaadinaya. Walidaalika firaqa soo maray ee inxiraafay ee nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam 72 inay noqonayaan, bixamdillaahi caalim faqiihay kama mid noqon. taasina waxay daliil u tahay in cilmigu uu badbaaday yahay oo lagu badbaaday. Waxaan ku soo gunaanadayaa 20 daqiiqo ee la ii qabtay way dhammaadeen, minitkaasaan ku soo gunaanadayaa. maalmahan waddankeena buuq baa ka jira, dad badan baa miidiyaha isticmaalaya, waxyaabo dhacdhacay ayaa laga warramayaa. anigu kama hadlayo, hawshaa kama hadlayo, waxaan doonayaa inaan kaga faa'iidaysto qofkii doonaya diintan inuu gargaaro cilmiga sharciga baro, qofkii doonaya wallaahi ladii laa ilaaha ilaa hu gaalada iyo cadowga islaamka wax kaga adag qof sharci baranayo kitaab kala furay oo diin baranaya inaanu jirin. diinta waxaynu ugu gargaari karnaa inaynu cilmiga shareecada barashadiisa iyo faafidiisa iyo ku dhaqankiisa inaynu kaa awoodo saarno, kaasaynu ku badbaadaynaa, kaa ilaahayna garansiiyo. intaasaan ku soo gunaanadaya, wallaahu tacaala aclam.